من منا يستطيع الاستغناء عن تطبيق الفيسبوك في هاتفه الذكي، فيعد هذا التطبيق من أكثر التطبيقات استهلاكاً ليس لوقتنا فقط بل ولبطارية هاتفنا، وإنه أكثر التطبيقات استهلاكاً لباقة الإنترنت الخاصة بنا. فبالالتزام مع تعاملك مع تطبيق الفيسبوك، فإنه يقوم باستنزاف باقة الإنترنت بشكل كبير. وفيما يلي إليك بعض الخطوات التي باتباعها يمكنك تقليل استهلاك الفيسبوك من باقة الإنترنت. أولاً، ضبط إعدادات التطبيق لتقليل استخدام باقة الإنترنت. إذا كنت من الأشخاص الذين يشاركون الكثير من الصور ومقاطع الفيديو عبر الفيسبوك، فإن تفعيل خاصية المشاركة عالية الجودة هي السبب، كما أن التشغيل التلقائي للفيديوهات على تطبيق الفيسبوك يقوم باستنزاف الكثير من البيانات. ولضبط تلك الإعدادات اتبع الخطوات التالية. لتعطيل خاصية تحميل الصور والفيديوهات عالية الجودة، انتقل إلى إعدادات التطبيق داخل تطبيق فيسبوك وقم بإلغاء تفعيل خاصية الصور والفيديوهات عالية الجودة. ولتعطيل خاصية التشغيل التلقائي للفيديوهات من الخطوات السابقة نفسها، اختر التشغيل التلقائي للفيديوهات واختر إما العمل فقط في حالة استخدام شبكة الواي فاي أو إلغاء التشغيل التلقائي نهائياً. ثانياً، تفعيل حالة حفظ البيانات. تطبيق الفيسبوك يحمل ميزة رائعة ألا وهي حالة حفظ البيانات، والتي من شأنها تقليل حجم الصور وكذلك الإلغاء الفوري لخاصية التشغيل التلقائي للفيديوهات، كما أنها تمنع استهلاك التطبيق للإنترنت في حالة تركه مفتوحاً في الخلفية. لتفعيل حالة حفظ البيانات على تطبيق فيسبوك، انتقل إلى الإعدادات ومنها اختر داتا سيفر، واختر إما تشغيل حفظ البيانات بشكل دائم أو تشغيله في حالة استخدام باقة الإنترنت فقط، وتفعيله في حالة استخدام الواي فاي. الخيار الأخير هو استخدام تطبيق فيسبوك لايت. إذا كنت تريد حقاً الحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بك، أو إذا أوشكت باقتك على الانتهاء ولكنك ما زلت تريد الاتصال بعالم الفيسبوك بهذا الإنترنت البطيء، فإن تطبيق فيسبوك لايت هو الحل. فهو نسخة مخففة من تطبيق الفيسبوك تهدف إلى إعطاء الأشخاص تجربة أفضل وأسرع على شبكات المحمول البطيئة. إذا أعجبك الفيديو لا تتردد في الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة.